بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اي لقاء يخص هلال ونصر، هلال واهلي، هلال واتحاد، كلاسيكو او ديربي لا يخضع لاي مقاييس، يعني مهما كان الفريق قبل المباراه هذه سواء هلال او نصر، مباراه الديربي نفسها تختلف داخل الملعب، فلا يمكن احد يتنبأ قبل المباراه وش اللي ممكن يصير. انا اعتقد على مقاييس الشوط الثاني كان لابد، يعني كان المفروض ان الهلال يفوز حسب الفرص اللي كانت موجوده، كان المفروض ان الهلال يفوز. كيف شفت الهلال الشوط الاول اسمه الامير؟ الشوط الثاني كان افضل. الشوط الأول كان في بعض الأخطاء الفردية اللي تسببت يمكن بالأهداف، ولكن مجملا الشوط الثاني كان أفضل. لعبنا جانب الدور اللي بعده. الهلال يبتعد بالصدارة ثم تعثر، يبتعد ثم تعثر. يعني أنت في دوري، والدوري طبعا لا يمكن أنك تفوز في كل مبارياته. لو ضمننا أنه الهلال حيفوز كل مبارياته أكيد أن الدوري محسوم من البداية، وهذه حلاوة الدوري عادة، وبطولة النفس الطويل. يعني أنت شايف ينافسنا الآن الأهلي، الأهلي فريق كبير نحترمه، الاتحاد لو كان ينافسنا أيضا، النصر، أي فريق حنحترمه. مباريات الفرق اللي يمكن أقل مستوى عادة هي اللي يمكن تكون متعبة أكثر بحكم التكتل الدفاعي أمام فريق مثل الهلال. كان عندنا مشكلة الحقيقة، إضاعة الفرص في الفريق. الجهاز الفني يحاول أنه يعدلها وعدل بعضها، والتغيير الآن بلاعبين أجانب أعتقد أنه أيضا حيكون مفيد إن شاء الله في المرحلة المقبلة للهلال. محفز لكل الأندية سواء بدعم هيئة الرياضة أو يعني مطالبة أعضاء الشرف أنهم يكونون مع الأندية. بالنسبة لأعضاء شرف الهلال، يعني نادي الهلال لا يعتمد على عضو شرف واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعضاء شرف نادي الهلال كثر ويدعمون النادي من سنوات طويلة، إن توقف دعمهم أحيانا يتوقف لظروف شخصية، ظروف خاصة، وقتها ما يكونون يستطيعون. ونقدر أي مجلس إدارة لنادي الهلال يقدر دور أعضاء الشرف، ويقدر أنهم في أوقات معينة لا يستطيعون الدعم، ولكن أكيد أنهم متى ما حصل الفرصة للدعم حيدعمون بإذن الله. لا يمكن، هذه طبيعتي عادة، ماني يعني مو كل مباراة مثلا أو كل حدث، ولا لأنه مباراة ديربي اليوم أنا طلعت، لا أنا طلعت يمكن لأنه حديثي مع الجماهير أنه المرحلة القادمة مرحلة مهمة، حنبدأ مباريات آسيوية الآن، مرحلة حساسة في الدوري، نأمل منهم مساندة فريقهم، ما نبغاهم يساندون شخص بعينه، يساندون الفريق كامل. اللي بيختار المدرب في النهاية في تشكيلة، في قائمة، في أي أمر، مطلوب مننا احنا كلنا كإدارة وكجمهور قبل الإدارة أن يساند القرارات، لأنه في النهاية هذه قائمة يختارها جهاز فني واحد. لا نستطيع أن نكون لجان، مثلا لجان جماهيرية لتختار تشكيلة، ما يعني ما في أحد يسويها هذه. نحترم رأي الناس جميعا، نقدر رأي الجمهور، نعرف أنه الجمهور في بعض الأمور التنظيمية واللوائح، وهذا طبعا مو مطلوب من الجمهور أنه يكون حافظ اللوائح والأنظمة للمسابقات،